كل سنه وانتم طيبين، وسنه جديده سعيده مع هيفا. بركان مشتعل من الانوثه قدها المياس، يا عمري يشهل الاحساس في الصدور عندما تتحرك على المسرح، تحاصرها النظرات والكاميرات والاهات وعيون الرجاله والستات. لا تدعي انها مطربه ولا تلميذه ام كلثوم ولا وريثه الست فيروز، بل هي حاله خاصه في ساحه الغناء. هجموها فازدادت شعبيتها، انتقدوها فمنحها عشاقها عرس النجوميه. جريئه مغامره وعنيده، احلامها عريضه وطموحاتها بلا حدود. سالوها سنه 2004 كانت سنه السعد في مشوارك، قالت ايوه بس لسه عندي كتير ما حققتوش. بورصة أسهمها في ارتفاع ومؤشرات نجوميتها دايما في العالي، وهي معانا الليلة تملى ليلنا بهجة وفرحة ونشوة ومفاجآت، ودايما عندها مفاجآت لأنها هيفاء وهبي. فنعود لاختياراتك الجميلة في ألبومك الجديد، ولازم أسألك مين اللي هتقولي له أنا هايفة أنا؟ بدي أشكر طبعاً أستاذ ياسر رحباني لأنه شرفني بلحن كتير حلو وبدي أعيش، وهو عنوان الألبوم، وأنا أخذ هجوم كتير جداً بسبب دفاعه حتى عندي انا في البرنامج استاذ الياس رحباني دافع عن وجودك وعن موهبتك، ان انت بتأدي كويس، بتأدي باحساس، وان حضورك جميل، وهاجموا ناس كتير يعني يقولوا الياس رحباني انت يعني هاي استاذ الياس حب يبرهن انه ممكن مغنية بصوت متواضع تقدر تأدي أغنية رحبانية بدون ما يكون فيها فلسفات اللي ناس بتحكي عنها كتير ليهاجموا بس لمجرد الهجوم، وأنه ممكن كمان هذا الجيل يتأثر بالرحابنة ويغني من ألحانهم العظيمة. والدليل على هالشيء أنه كنا حافظين كل ألحان الرحابنة، وهن من الأشخاص اللي أسسوا بالموسيقى العربية بلبنان. وطبيعي انا بيشرفني اني اتعامل مع استاذ كبير مثل الياس الرحباني، وكمان هذا الشيء استاذ الياس قدم لاشخاص كثير الحان مش كلهم كانوا مخضرمين بالفن، بس لما وصل لعندي تعرفي قلت لك مثل العاده في ذبذبات كثير زلازل عادي تعودنا متعودة